عرفت ازاي انه بعض الاعلاميين مفروض اعلام محايد يعني كان مستاء من فكرة تخفيف عقوبة كابتن الشناوي لمباراة واحدة؟ هو الاعلام مش محايد في اغلب الاوقات، يعني في مصالح، انا ليا مصالح مع نادي معين. النهارده يعني ممكن اكون انا مسؤول او صحفي وشغال في نادي في اي جهه، اكيد لما اجي اقول رايي وقراري يعني وجهه نظري اكيد هتاثر، خصوصا اذا كان المكان اللي انا بعمل فيه ده يعني مرتبط بالمشكله، فطبيعي هبقى منحاز بعض الشيء. يعني انا هي موضوع ان احنا ما بقاش فيه انحياز، يعني بتتكلم بشكل يعني اللي بتقتنع بيه بتقوله وبشكل محايد زي ما بنقول، يعني ما بيتمش في اغلب الاوقات، يعني انا شايف كده. حتى في الاعلام المفروض ان هو مش بينتمي لنادي معين، يعني انا لو هنا في قناه الاهلي انا دوري ان انا ادافع عن النادي الاهلي، وبرضه بكون الحقيقه الحق وكلمه الصدق هي يعني الاساس هنا في قناه الاهلي، ولكن في اعلام هو لا ينتمي للاهلي او للزمالك او لبيراميدز او للاسماعيلي او غيره، ومع ذلك بيبقى ممكن ضد النادي الاهلي. هو المفروض الشخص يبقى يعني هو تكوينه، شخصيته، يعني اسمه، مكانته، لازم يحافظ عليها. ما اقعدش اقول كلام بس يعني انا اقول كلام عكس الصحيح عكس الحقيقه، لا انا ما اقصدش كده. اقول قد يعني بيأثر في بعض الاحيان، يرتكع على شخصيته. في شخص هو يهمه المصلحه قبل اسمه ومكانته وسمعته واسمه، لا انت لو في حاجات اهم من ان انت بتستفيد من مكان، فطبيعي انا شايف النادي الاهلي ممكن بيدافع، لو بيدافع بيدافع على حق القناه هنا بالظبط، على حق النادي الاهلي في موقفه حقه بيدافع عنه، يعني ما بيشوفش فيه انحياز يعني. والنادي الاهلي يعني كفريق كبير وتاريخه وبطولاته واسمه هو مش محتاج حد يدافع عنه بانحياز. النادي الاهلي ملتزم، وده مش احنا اللي بنقوله، ده الكلام ده بيعترف بيه الانديه الاخرى وكل الرياضيين، حتى مش في مستوى كره القدم، على كل مستويات الالعاب الاخرى. يعني النادي الاهلي ليه مكانته وليه احترامته وكل اللي بيمثلوه، اعتقد يعني ده مش انا مش منحاز والله، انا بتكلم بس طبعا انا اكيد بتكلم بكلام انا مقتنع بيه، اكيد يعني بيجي وبيقول الكلام اللي فيه صدق يعني. والنادي الاهلي لا، ومش والنادي الاهلي مش شاغل باله برضو يا كابتن بناس تانية او انديه تانية او ايه بيحصل في مباريات تانية، ولكن العكس بيحصل. هو في يعني احدى القنوات مثلا كل محتوى البرنامج هجوم على النادي الاهلي، ما بيتكلمش حتى على النادي بتاعه، قناه نادي كذا، تتكلم عن فرقتك، يعني انت ما شوف مشاكل فرقتك، شوف اللي انت عايز تقدمه وعايز توضحه، ده الاساس. انا بتفرج على قناه الاهلي، عايز القناه ديت تتكلم على النادي الاهلي، مش تروح تتكلم على نادي اخر. بالظبط، فانما الاهلي القناه هنا ملتزمه الحقيقه، ما فيش شك يعني، وده بدون انحياز. لسه كلامنا كتير يا كابتن.